السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الكل على كل مشاهدين ومحبين قناة سوق بلدنا. بقدم لكم عرض النهاردة، عرض أضاحي من محمود قريش. النهاردة معانا عرض الأضاحي لكاس الجوز والكاس الرباعي اللي هو داخل السنة. النهاردة معانا عجول ولد هي مرة واحدة، كاس الجوز وكاس الرباعي اللي تنفع للأضحية صح، مش عجول لبانة، مش عجول خامات لسه ما كملتش السنتين ويقول لك ده معدية السنتين ولا باكر. لا، انا جايب النهارده عجول معدية جرحة مرة واحدة بس حتة لحم عدوا خير. معانا واحدة برضو، هما ثلاثة، التالتة شاب بار من التقال، تالت ولد ولحم احمر، لحم على الدخان برضو يا جماعة. هما النهارده بص، اللهم صل على النبي، حتة لحم والله كلمة محتاجة تقليد، يعني حتة لحم مش محتاجة تقليد، لحم احمر. بيجي قال لي بيمسك الدوش ده اهو من اهو يعرف اذا كانت لحم احمر ولا سميد، ده التقليد، ده ابو التقليد. بيتك كده اهو، العكوة ايه حته لحم ما شاء الله. تعالى عينك هنا، للي عاوز يضحي يجي عندنا اهو، كسر اربع سنات ولدت مره واحده. تعال تعال تعال، صلى على النبي يا رب. حاجه كده على قد على قد ايه ده يا جماعه؟ اللي معاه 19 و20 الف ومش عاوز يجيب حاجه لبنيه وعاوز يجيب حاجه لحمه داخل السنه، اللهم صل على النبي. حته التقليد معانا موازين النهارده من 310 ل 320 كيلو. انا ما ببيعش ميزان يا جماعه، بس بقول لك تقريبا ميزاننا 310 ل 320 كيلو. ماشي، معانا اول عجله. تعالى يا عم انا كده، حتة لحم مستوية مش محتاجة كلام ولا حقيقة، حتة لحم مستوية لو ذكر ب 23 و24 ألف هتجيب ذكر زيها كده في نفس حجمها ب 23 و24 ألف. النهاردة مقدمها من محمود قريش ب 19 ألف جنيه بس، بقدمها النهاردة ب 19 ألف جنيه بس. ونيجي على حتة لحم الدخان دي برضه، العجلة البكرية. تعالى كده، للي عاوز يقلب صح اهو، مفيش سمونية خالص، مش مفيش سمونية خالص، هي أي عجلة ولا أي عجلة طبيعي تلاقي فيها نسبة سمونية، بس النهاردة تدور على حتة لحم المستوية اللي ما يكونش فيها سمونية كتير. دي بهايم فلاحي، بهايم بتسرح يعني حرق الدهون كتير، حرق دهون، مهاش بهايم خزين على جتتة لحم، حتة لحم برضه، حتة لحم على الدخان. تعالى كده، تعال طلع، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللي عاوز يضحي، اللي عاوز يضحي يجي يمسك بيت الكلى كده اهو ويمسك السن كده اهو، احلى حته لحم تاكل من بيت الكلى، احلى حته لحم، اللهم صل على النبي. اسحبك كده يا معلم شويه، اسحب معلم محمود نفرج الناس اهو. صلى على النبي، صلي عليه الصلاه والسلام. تعال 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 تعال، ورينا السنه كده يا معلم. بص يا حاج، لسه بتطلع في الجوز، افتح، مش مستاهله كلام ولا حديث، لسه بتطلع في الجوز، تطلع في الجوز. لو هتبقى لبان 25 ب 26000 من 330 ل 340 كيلو، مش هتقل عن 340 كيلو باذن الله. سعرها بكام؟ ب 20000، بلاش 21، والله هي مش خساره فيها 21000، بس انا النهارده هديها لاي واحد ب 20000. يلا هي 19 و20 هي 39000. اللهم صل على الناس. العرض ده يا جماعه موجود لفتره محدوده. معانا بقى الدبابة الأخيرة. تعالى كده، للي عاوز يضحي بذكر 35000 يجي ياخد الشاب ده. اللي عاوز يضحي بذكر ب 35000 يجي ياخد ده. عينك بقى 34 450 كيلو ب 75 جنيه كام؟ ب 23000 750، 33000.
لا انا بقدم لك شاب بار مره 450 كيلو 470 كيلو ب 24500 جنيه. ب 24500 جنيه حته لحمه ربنا يحمي. تعالى نو تعالى نو تعالى لو جلد على اللحم. طب تعالى نو في الشمال تعالى صل على النبي. اوعى تديني يا عم الحاج والله العظيم يا جماعه هتفرق النهارده لو هتجيب بدكر هتفرق معاك 7 8000 جنيه. انا النهارده بجيبها لك ب 24500 شاب بقى 450 470 كيلو وسنها سنها قفل على الاول. تعالى تعالى كده وافتح السن كده السن بص شبر ثالث ولد بتساوي الخناصر من ناحيه ده اهو السن شبر يا عم بعينه يا عينه شبر يا عينه بتيجي صل على النبي يا معلم. ب 24500 نضحي والله يا ما باينه في الكاميرا اللي هيضحي هنضحي معاه. اربط يابا اربط يابا تقول سعرها كم؟ 24500 اوعى ولا تكون في كل جديد. رقم التليفون 012 11 05 09 19. العنوان بنها اليوبيه بجوار الطريق الزراعي قريه مهول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.